بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. أهلي الأكارم في محافظة صلاح الدين، سيد محافظ صلاح الدين المحترم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لهذه الحفاوة وشكرا لحسن الاستقبال، ولا نجد نفسنا إلا بين أهل وأحبة، وكانت النية أن يكون الحديث مختلف، ولكن بعد هذه المقدمات وبعد هذه الكلمات التي سمعناها سواء من ملا ماهر أو من الأخ المحافظ، وحتى المقطع الذي يروي هذه التضحيات التي قدمتها هذه المنطقة الكريمة وأبنائها الشجعان، يجب أن يكون الحديث مختلف، ويجب أن يكون الحديث من القلب إلى القلب. العراق بشكل عام وهذه المحافظات تعرضت إلى ما تعرضت له نتيجة التخبط في إدارة المشهد السياسي، ونتيجة ضياع البوصلة السياسية، ونتيجة قلة الأمانة لمن تصدر للمشهد. ولكن بين الحين والآخر يتعرض العراق إلى مطبات كثيرة، ويقف رجالها الشجعان، ويقف الأبطال، ويقف الصامدون، ويقفون أصحاب القضية ليثبتوا أنهم على حق دوما. من أشوف هذه التضحيات الآن التي قدموها أبناء صلاح الدين أفرح وأحزن. نفرح من نشوف هاي القاع ولادة وبيها زلم تقف وتقاتل لآخر لحظة، وأحزن عندما لا يجد ذوي هؤلاء المضحين من ينصفهم ومن يعطيهم حقوقهم ومن يكمل المسيرة بعدهم. المضحين قدموا أرواحهم، ماذا قدمنا لهؤلاء المضحين؟ المضحين قدموا أرواحهم، المضحين قاتلوا وصمدوا واستشهد البعض منهم، وأيضا جرح وتضرر البعض الكثير. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يجب أن نتحمل جميعنا المسؤولية ابتداء مني ومن الحكومة وكل الشخصيات المعنية أن ينصفوا هذه التضحيات وأن ينصفوا هذه المناطق. كفانا عبث بمستقبل العراق، وكفانا عبث بحاضر العراق. المشاريع السياسية اختلفت علينا واختلفت كثيرا، ولكن يجب أن نبصر، يجب أن نبصر الحقيقة، ويجب أن نبصر وأن نقارن بين ما مرينا به في السنوات السابقة وإلى ما نتطلع له في المرحلة القادمة. مناطقنا تحتاج، والعراق عموما يحتاج، إلى مضحين بالخدمة، ناس صادقين مع أنفسهم وصادقين مع ناسهم، قادرين على أن يتحملوا المسؤولية، مثل ما هاي الناس اللي عرفتوها الآن بالفيديو لفت قراعاوي وقاتلت ووقفت وتصدت بصدورها. علينا كمسؤولين أن نقف ونبني هذه المحافظات وفاء لهذه الشخصيات. علينا أن نشد الليل والنهار، علينا أن نقف، علينا أن نصدق مع نفسنا ونبني هذه المحافظات، نبني هذه المناطق، نعز أهلها وهم أعزاز وكرام. ما حد يزايد عليكم أهل صلاح الدين بوطنيتكم، ولا أحد يزايد علينا في وطنيتنا. إحنا اللي نبني العراق، إحنا طيلة وقتنا وطيلة الأزمنة اللي مضت، إحنا اللي نحفظ أمن العراق، وإحنا اللي نبني العراق، وإحنا اللي مستعدين نواجه كل المشاكل اللي تصير أمام العراق. إحنا وأخواننا الآخرين إيد بإيد نبني بلد ما يتحمل العراق بعد مطبات أكثر، ما يتحمل العراق بعد إلا أن يتصدى أبنائه المخلصين للمسؤولية ويكونون قادرين. الملا ماهر تحدث، قال العراق يجب أن يكون سيد، يجب أن يحكم العراق نفسه والآخرين أتباع للعراق، لا نكون تبع للآخرين. هذا الكلام
طلع من لسان صادق، هذا الكلام طلع من شعور مواطن خير يجب أن يقتدي به كل شريف، ويجب يقتدي به المسؤول قبل المواطن. إخواني الآن وأني أدخل إلى هذه المدينة الكريمة لمست أمر إيجابي وهو الأمن، محورين يجب أن يكون أساس المرحلة القادمة للعمل في العراق وفي هذه المحافظات، ألا وهم الأمن والاقتصاد. الأمن يفرض بتعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية، الأمن يفرض بتحقيق العدل، الأمن يفرض بإعطاء كل ذي حق حقه، الأمن يفرض من يشعر هذا المواطن أنه متساوي بالحقوق والواجبات أمام المواطنين الآخرين وأمام الكل، ويوازي الاقتصاد. تجربة أعطيكم إياها صارت في محافظة الأنبار اللي كنت محافظة في عام 2017، ابتدأنا بعنصر الأمن ومضينا بخط موازي بعنصر الاقتصاد وعنصر الإعمار. التجربة انبنت من كانت أكو نوايا حقيقية للنهوض بهذه المحافظة، التجربة مشت والعربة أو القطار نوضع على السكة، مضت من بدت نوايا حقيقية لمن يقود المشهد في هذه المحافظة، وكانت مساندة الناس لمن تصدى إلى المشهد هي اللي خلتها تتقدم خطوات. الآن يجب أن يكون العمل موازي في صلاح الدين، يجب أن نعمل سوياً وتكون نوايا حقيقية لإعمار هذه المحافظة الكريمة، توفير متطلبات الحياة الكريمة. الأمن قدموا الأمنيين وقدموا المواطنين ما عليهم، وفرض الأمن الآن دور المسؤولين في تقديم الخدمة في هذه المحافظات. من يتواكب ويتوفر هذه العنصرين الأمن والاقتصاد، المواطن سيشعر يعني حريته في هذه المناطق، ويشعر أيضا بإنصافه في تلبية متطلبات الحياة الكريمة. ماكو شيء صعب وماكو شيء مستحيل، اللي ينوي واللي يتوكل بنية صافية وصادقة يصل. ونشد على إيد القائمين على الملف الخدمي في هذه المحافظة، ونشد على يد سيد المحافظ، أنت ابن هذه المحافظة وأنت ابن هاي القاعة، يجب أن نعمل معك سوياً حتى تنصف أهلك وتناسك شنو اللي تحتاجه من تخصيصات، شنو اللي تحتاجه من وقفة، شنو اللي تحتاجه من فزعة، احنا أخوتك ونقف وياك. التجربة اللي تنجح بصلاح الدين نعكسها بالمحافظات الأخرى، والتجربة اللي تنجح بالأنبار نجيبها بصلاح الدين. إخواني سألت السيد المحافظ، قلت له ليش ما احتفلتوا بالذكرى السادسة لتحرير ضلوعية؟ قال كانت أحداث كورونا، يعني أو ظروف كورونا اللي مر بها البلد. عهد مني ومن إخوانكم أمامكم اللي حاضرين على مستوى السيد المحافظ وأخوانهم الآخرين من تحالف تقدم، الذكرى السابعة تشوفون محافظة صلاح الدين مثل ما اليوم نشوف الأمن ايش قدم والمضحي ايش قدم بالصورة، ونطلع الصورة قبل من كان يقاتل ونطلعها من كان اليوم نطلعها من صارت أمينة. نعاهدكم انه في يوم من الأيام نجي نطلع صورة ضلوعية بال 2014 و15 وصلاح الدين كلها شلون كانت قبل وشلون صارت من تعمرت. نجي هنا بالذكرى السابعة ونقول ايش كانت قبل وشلون صارت، نطلع صورة قبل وصورة بعد، وبإذن الله وعهد رجال نرفع رؤوسنا ورؤوسكم بالمنجز، نرفع رؤوسنا عاليا بالمنجز، ما نوطخ راس لأحد ولا نقول ليش ما سوينا، نركض الليل ونهار وهي أمانتنا. ومرت علينا تجارب كثيرة، ناس غررت بينا وغررت بمحافظاتنا وغررت بمستقبل أبنائنا ولعبت بمستقبل أبنائنا ولعبت بالأمن بمشاريع سياسية وهمية لم نجني منها إلا الدمار، وشاربكم وشارب كل طيب. اللي يلعب بأمن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها إلا أكسر ظهره، إلا أكسر ظهره، نكسر ظهرهم بالحق ونكسر ظهرهم بالقانون وبني محافظاتنا، شاء من شاء وأبى من أبى. وإحنا اللي نساهم بإعمار العراق، وابشروا والله ما يكون خاطركم إلا طيب، إلا يجي يوم من الأيام ونشوف شنو المنجز وشنو اللي صار. شكرا جزيلا على حسن الضيافة وممنون.